خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله. انا اول مره اكلم حضرتك. ويا رب ما تبقاش اخر مره ان شاء الله. ربنا يخليكي. طب اتفضلي انت اتعرف بيكي. طيب الاول امنيه. امنيه كم سنه؟ 27. 27 سنه. طيب مرتبطه يا امنيه؟ اه. ارتباط عاطفي ولا خطوبه ولا جواز ولا ايه؟ لا متجوزه. متجوزه. عندك اولاد؟ اه عندي بنتين. ربنا يخليهم لك. متجوزه عن حب؟ جدا. طب ايه في ايه؟ احكي لي. شكل صوتك حزيني كده. اه بص هي دي المشكله يعني عارف انا لو مش متجوزه عن حب كانت دنيتي فرقت كتير. خانك؟ اه لا. طب الحمد لله ادي اول خطوه ممكن نفرمل فيها. بص هحكي لك الحكايه من اولها. اتفضلي. يعني انا حاسه حياتي واقفه مش عارفه اكمل مش عارفه ابعد مش عارفه يعني مش عارفه اخد قرار يعتبر. انا كنت انا متجوزه يعني وانا بحب جوزي ده جدا تمام. خسرت كل الدنيا فيه. ليه وازاي؟ علشان هو كان متجوز قبلي او كان وانا يعني لما قبل ما يعني واحنا الفتره اللي اتجوزنا فيها كان هو متجوز وعنده اولاد تمام. والاهلي وكده انا بنت و 22 سنه وازاي ياخد واحد متجوز ما ينفعش كلام اللي هو زي ده. تحديت الدنيا كلها واتجوزته طبعا عن الدنيا كلها تمام. فطبعا يعني عايز اقول لك تعتبر في الدنيا كلها دلوقتي انا واقفه بطولي لوحدي ما فيش اي مشكله مثلا. وهو متجوز وعنده اولاد. مراته عرفت انه اتجوز عليها من قبل ما نتجوز وهي عارفه. اه وعملت لك مشاكل؟ لا ما عملتش مشاكل. هي انسحبت طبعا اتطلقت. هي رفعت خلع اتطلقت. المشكله دلوقتي ان انا مش عارفه اخليه ينساها. عنده اولاد منها؟ عنده ثلاثة. طب وانت متخيل انه هينساها ازاي؟ على الاقل انا بص انا كل اللي بطلبه ان هو مش كل شويه يبقى كل اللي في دماغه ان هو يرجعها نرجع 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 فاهم؟ حقه ولا مش حقه؟ لا مش حقه. ليه مش حقه؟ علشان من البدايه هو قال لي خلاص دي ما بيني ما بينها ام ولادي بس. الاساس ده. طب ممكن عايز يرجعها عشان خاطر ولاده. يعني هل ولادك 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 انتي منه ولادك مش كده؟ ولادك منه مش كده؟ اه. هل هم اعز على قلبه من ولاده منها؟ لا طبعا. خلاص الاتنين ولاده ناحيتين ولاده. لو ردها عشان خاطر ولاده يبقوا عايشين في كنف ابوهم وما يطلعوش عندهم مشاكل هتقدري تلوميه على كده؟ انا رافضه كده. انتي حره بس انتي الزوجه الثانيه انت مش الزوجة الأولى. انت مش متخيل كم المشاكل اللي هي عملتها. مش مهم بس انت اتجوزتيه وهو متجوز وبعد ما اتجوز هي انسحبت ما استحملتش. هو قال لي انا قبل ما هاجي افكر ان انا ارجعها قول لي لان انا لما جيت اتجوزت استأذنتها. هي قالت لي اعمل اللي انت عايزه على الاساس ده هو اتجوز فده خط تمام. فهو قالها لي كده. قال لي انا قبل ما اجي افكر ارجعها اللي انت شايفاه انا هعمله يعني هحترم رايك. حلو قوي. هو قال لها انا هتجوز فقالت له اعمل اللي انت عايزه. بالظبط. طيب لو هي لو شايفه من وجهه نظرها ان هو يعمل اللي هو عايزه وان الموضوع عادي زي ما هو كان متخيل ما كانتش مشيت وبعدت وخلاص واتطلقت. انا عارفه ان هي الكلام زي كده ممكن تقوله على حساب كرامتها اللي هي كرامتي بقى فمش ينفع تقول لا ما تتجوز. يعني هي على حساب كرامتها قالت له اعمل اللي انت عايزه علشان عارفه ان هو مش هيروح يتجوز عليها. بالظبط. فلما فوجئت ان هو عمل اللي هو عايزه طلبت الطلاق. هي ما طلبتش الطلاق. هي فضلت معاه سنه بحالها لغايه ما رفعت خلع. رفعت خلع لانها مش طايقه تعيش وليها ضره. بالظبط. حلو قوي. هو بقى النهارده عايز يرجعها. حقه يرجعها. وعايز اقول لك بقى حاجه هتزعلك. حقها ترجع. بس هي ترضى ترجع.
هو ممكن يكون هيموت ويرجعها وهي مش عايزة ترجع. أيوة ما هو ده فعلا اللي حصل. حلو قوي. يبقى هو الراجل هيموت لأن الست دي خلعته، فدي طبعا أكنه اتضرب سكينة في ظهره وكرامته بتنقح عليه، فهيموت إنه يرجعها وهيعمل أي حاجة عشان يرجعها، وانت مش هتقدري توقفيه، وطول ما هي مش راجعة هي خرم في دماغه عمال يفوت له الهوا خارج داخل. فما تضحكيش على نفسك وتقولي لي عايزه انسيه، مش هتقدري تنسيه. انا عايز اقول لك انا فكرت بدل المره 100 مره ان انا اطلق. ماشي، بس انا مشكلتي ان هو ماسك فيا. واول ما هتطلقي هي هترجع له. انا لو هو يعني انا مشاكل كتير بقالي فتره ماشي، وطبعا انا ما ينفعش حتى اخد راي حد من اهلي. يعني من الاخر محدش بيتدخل في حاجه. بص يا بنت الناس، طالما ارتضيتي انك تتجوزي راجل متجوز وعنده عيال، يبقى لازم ترتضي انه يرد مراته، ولازم ترتضي انك تبقي الزوجه التانيه او واحده في قائمه الزوجات الخاصه بالسيد شهريار، ولازم ترتضي انه ممكن يتجوز عليكم التالته والرابعه، لان هو الراجل ماشي بشرع ربنا ومفيش حاجه مضايقاه، هو حاسبها كده. فبما انك رضيتي انك تاخدي واحد من جوزه من مراته ومن عياله، يبقى ما يعني عادي جدا، وحقه وحق التانية او الاولانية يعني انها ترجع لبيتها، وانه هو يوفر لها حياة كريمة هي وعيالها، وانه يقسم بقى وقته ما بينكو. يعني هي تاخد حد وتلات، وانت تاخدي اتنين واربع، اوكي، وخميس جمعة سبت هو بريك قعد عند امه بقى شوف زوجة تالتك. ما هو ده اللي هيحصل طالما ارتضينا بالغلط. ما نرجعش نندم ونقول يا ريت اللي جرى مكان وانا رافضه، لا، هيرجعها ومش هيسيبها، ولو معرفش يرجعها هيعيش طول عمره، هيموت ويرجعها. فاوعي تتخيلي انك ممكن تنسيه، شيلي ده من دماغك عشان تعرفي تعيشي.